السلام عليكم طلاب تالتة إعدادي. بإذن الله هنبدأ النهاردة نراجع مادة اللغة العربية، وهنبدأ بأول حاجة معانا وهي النحو. ركز معايا كويس أوي في الفيديو دوت، وجهز معايا ورقة وقلم واكتب ورايا كل الملاحظات اللي أنا هقولها لك، علشان حرفيا هتفيدك. حتى لو أنت ما بتعرفش تعرب خالص هتتعلم الأعراب مني في الفيديو دوت، فركز معايا كويس أوي وجهز معاك ورقة وقلم ويلا بينا نبدأ. القطعة اللي معانا ديت جت في امتحانات قبل كده، تمام؟ دي جت تقريبا في امتحان دمياط او امتحان، المهم يعني ده امتحان من ضمن امتحان المحافظات، تمام؟ فركز معايا كويس قوي. اول حاجة القطعة بتقول لي، تعالوا نقراها الاول سوا. بتقول لي: يا بني اياك والنميمة، فانها تزرع الطغينة وتفرق بين المحبين، فتخير لنفسك مثال ما كان مستحسنا من غيرك فعمل به، ونحن نربي ابناءنا على فضائل عظيمه، تمام؟ ولا نحب لهم الا الخير تجنبا لما يفسد حياتهم حتى يصلوا في المجتمع الى قمه التقدم، تمام؟ اول حاجه طبعا بيقول لي الاعراب، تمام؟ هو طالب مني اربع كلمات بيقول لي اعربهم. تعال نخش على اول كلمه هو طالب يعربها. من اول هنا، من اول الفصل بقول لي: فتخير لنفسك مثال. اصل الجمله، بنرجع الجمله لاصلها، تخير مثال، تخير مثال لنفسك، تخير انت مثال لنفسك، تخير فعل وانت ضمير مبني في محل رفع فاعل، يبقى مثال هتعرب ايه؟ تعرب مفعول به منصوب علامه نصبه الفتحه، تمام؟ يبقى مثال مفعول به منصوب علامه نصبه الفتحه. طيب واحد تاني هيقول لي: افرض انا مش عارف ان ده اصل الجمله، هعرف ان اللام ده حرف جر لنفسك مثال، اللام ده حرف جر ونفس اسم مجرور، يبقى على طول مثال دي هتعرب مضاف اليه. طب ماشي، خليني ماشي ورا كلامك. انا مش قايل لك قبل كده ان المضاف اليه، مضاف اليه انا بعرفه من كلمه ايه؟ قايل لك احنا كل حاجه معلمينها من كلمه، المضاف اليه انا بعرفه من كلمه ايه؟ من كلمه بتاع. تعالى كده نحط كلمه بتاع في النص، تمام؟ لنفسك بتاع مثال، الجمله مشيت ما مشيتش، اذا المثال دي لا تعرب مضاف اليه، تمام كده؟ نيجي على الكلمه اللي بعدها: نربي ابناءنا على فضائل عظيمه. على حرف جر، فضائل اسم مجرور، بس اسم مجرور بالكسره؟ لا، مش مجرور بالكسره، مجرور بالفتحه. على فضائل عظيمة، يبقى فضائل اسم مجرور علامة جره الفتحة، الفتحة المقدرة، تمام؟ نيجي بعد كده على ثالث كلمة: ولا نحب لهم إلا الخير تجنبا. تجنبا على طول وأنت مغمض هتعرب إيه؟ تعرب مفعول لأجله. طب ليه مفعول لأجله؟ مش أنا قايل لك قبل كده إن المفعول لأجله أهو، المفعول لأجله بنسأل عنه بكلمة إيه؟ بنسأل عنه بكلمة لماذا؟ يبقى هو الجواب بتاع كلمة لماذا. لماذا لا نحب لهم إلا الخير تجنبا؟ طالما تجنبا دي الإجابة، يبقى تجنبا دي هتعرب مفعول لأجل منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، تمام؟ نيجي بعد كده: حتى يصلوا. مش يصل ده فعل؟ وقلت لك أي فعل بيسبق وبأن ولن وكي وحتى ولام التعليل تعرب ايه؟ يعرب فعل مضارع منصوب، هنا مسبوق بايه؟ قلت لك ان ولن وكي وحتى، هنا مسبوق بايه؟ بحتى، يبقى دوت فعل مضارع ماله؟ فعل مضارع منصوب علامه نصبه حذف النون، صح؟ انا قايل لك قبل كده، شوف المفاتيح الاعراب، هسيب لك الفيديو اللي انا شارح لك فيه مفاتيح الاعراب الحصه اللي فاتت، هسيبه لك تحت في الكومنتات، خش اتفرج عليه، شارح فيه كل الحاجات دي وكل الاساسيات. يبقى اي فعل مضارع يسبق بان ولن وكي وحتى يعرب فعل مضارع منصوب، تمام؟ كده بالنسبة للأعراب خلص معانا. بعد كده بيقول لي: استخرج اسم فاعل وبين فعله. هو قال لي لازم يبقى الفعل ثلاثي، ما قاليش. طالما ما قاليش إن الفعل لازم يبقى ثلاثي، يبقى أنا أشوف أي فعل، أي اسم فاعل، سواء بقى من الثلاثي أو من غير الثلاثي. تعالى كده نشوف واحنا ماشيين: وتفرق بين المحبين. مش المحبين دي اسم فاعل؟ يبقى بيقول لي هات اسم فاعل، أقول له على طول المحبين. طيب بيقول لي هات فعله، الفعل بتاع اسم الفاعل بجيبه له من الفعل المبني للمجهول، المبني للمجهول. المحبين مبني المجهول بتاعها إيه؟ أحب، بضم الألف وشتى الباء. طبعا هو هيبقى غير ثلاثي علشان مش على وزن فاعل، تمام؟ بعد كده بيقول لي اسم مفعول وأعربه. اسم مفعول أجرب كده وأمشي في القطعة وأشوف، هلاقي كلمة إيه؟ مستحسنا. مش مستحسن ده هو اسم مفعول؟ اسم مفعول، يبقى
اشوف كده اسم مفعول هيبقى ايه؟ مستحسنا. طيب بيقول لي كده ايه؟ واعربه. اعربه، اعراب مستحسن ده هتبقى ايه؟ ما كان هو مستحسنا، هو مبتدأ لكان ومستحسن خبر، وخبر كان دايما بيبقى ايه؟ منصوب. يبقى اعراب مستحسنا خبر كان منصوب وعلامه نصب الفتحه الظاهره. تمام كده. نيجي على بعد كده بيقول لي استخرج اسم المكان واجعله في الزمان. طالما اسم مكان على طول هروح ادور على حاجه على وزن مفعل، في هنا ايه؟ في هنا المجتمع، يبقى اسم مكان على طول وانا مغمض مجتمع. طيب طالما هو بيقول لي اسم مكان وعايزه يحوله اسم زمان، يبقى انا هخلي اسم المكان دوت، هخلي برضه ان هو حاجه الناس بتتجمع فيها، مكان الناس بتتجمع فيه، بس ما يبقاش مكان، يعني يبقى وقت، يبقى وقت الناس بتتجمع فيه. فانا على طول هروح اقول له الساعه مجتمع، او مثلا الساعه السابعه مجتمع الطلاب. هي الساعه السابعه دي مكان الطلاب تتجمع فيه؟ لا مش مكان، بس يبقى انا كده خلاص طالما هي مش مكان هي زمان، يبقى انا كده حولتها لاسم زمان. لحد هنا فاهمين الدنيا تمام معانا؟ لو في اي حد مش فاهم يكتب لي في الكومنتات واطلع اعمل له فيديو تاني واشرح له لو هو مش فاهم حاجه معانا. تمام. بعد كده هو طالب مني بيقول لي هات صيغه مبالغه. صيغه مبالغه لو انا بصيت هنا في القطعه قدامي هلاقي كلمه عظيمه. عظيمه دي صيغه مبالغه اهو على وزن. بيقول لي وزن عظيمه على وزن وانا مغمض على وزن فعيله. تمام. عظيمه على وزن فعيل، يبقى عظيمه على وزن فعيله. كده بالنسبه للسؤال الثاني بتاع الاستغراق خلصنا منه. بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي تخير الصواب. العدو منشار للشائعات. كلمة منشار، كلمة منشار هنا أصلها إيه؟ أصلها اسم مفعول ولا اسم فاعل ولا صيغة مبالغة ولا اسم آلة؟ العدو منشار على وزن مفعال، يبقى على طول وأنا مغمض هتبقى صيغة مبالغة. تمام؟ نيجي بعد كده للسؤال التاني. قد يكون القلم أقوى من المدفع. هنا كلمة القلم اسم آلة جامد ولا مشتق، ولا مشتق غير قياسي، ولا مشتق جامد؟ هو كلمة القلم دي ينفع نوزنها أو نعملها أو نجيب منها الماضي؟ مش هينفع. طالما مش هينفع يبقى على طول وأنا مغمض هتبقى اسم آلة جامد. تمام كده خلصنا برضو من السؤال الثالث بتاع تخيل الصواب. بعد كده بيقول لي أجب بما هو مطلوب بين القوسين. البحر أزرق من السماء. صوب الخطأ. هو كلمة الألوان، مش احنا عارفين ان الألوان دي ما ينفعش تيجي بالشكل دوت، ما ينفعش تيجي أحمر على طول اسمها على طول، ما ينفعش تيجي أزرق أحمر أخضر. أمال بنعمل إيه قدامها؟ بنحط اسم تفضيل زي كلمة أكثر مثلا، زي كلمة أكثر أقل. المهم لازم تبقى على وزن ان الحاجات دي لازم تسبق بأكثر أو كده. يبقى أنا على طول التصحيح بتاعها أروح أقول له البحر أكثر زرقة من السماء. أكثر زرقة، ولو كان أحمر هقول له أكثر حمرة، ولو كان أخضر هقول له أكثر خضرة. ما ينفعش الأسماء بتاعت الألوان تيجي زي ما هي كده، لازم أحط قبلها كلمة أكثر. تمام كده إحنا صححنا له الخطأ الأولاني. بعد كده بيقول لي البحر مستخرج اللؤلؤ. بيقول لي اجعل كلمة مستخرج اسم مفعول محافظ على معنى الجملة. عشان اجيب له اسم، عشان اجيب له كلمه مستخرج دي تبقى اسم مفعول، يبقى انا على طول اروح اقول له اخلي ان اللؤلؤ هو اللي مستخرج. تمام. يبقى هروح اقول له ايه؟ اللؤلؤ مستخرج من البحر. كده بقت اللؤلؤ، بقت كلمه مستخرج هنا ايه؟ بقت على طول اسم مفعول. خلاص تمام. بعد كده بيقول لي صوب ما تحته خط. المؤمن داع للخير مصونة كرامته. هنا صوب ما تحته خط، كلمة داعي محطوط تحتها خط. كلمة داعي ينفع تيجي بالشكل اللون؟ ينفع؟ أكيد ما ينفعش. يبقى على طول بعمل إيه؟ بروح شايل الياء دي، بشيل له الياء وأحط تحتها كسرتين، يبقى داع المؤمن داع للخير مصونة كرامته. وبس كده قطعة كاملة اتحلت
تعتبر واضح فيها كل حاجة. لو في دلوقتي أي حاجة معاك أو في أي سؤال عندكم لابس فيه حاجة مش فاهمينها، ما تنسوش تكتبوا لي تحت في الكومنتات، واستنوا بإذن الله فيديوهات مراجعة للعربي كامل. تمام، دوت احنا شرحنا النهاردة جزء النحو بس للي ما بيعرفش يعرف. تمام، وفي حاجة كمان عايز أنوه عنها. تمام، خلونا بس أمسح الجزء دوت. تمام، عشان برضو تعرفوا حاجات تانية عن الإعراب، اللي هو لو أنت مش عارف حاجة خالص تبقى مية مية في الإعراب. تمام، بص يا سيدي، أنا دلوقتي اسم الفاعل، لو أنا دلوقتي عندي فاعل، الفاعل دوت هعرفه منين؟ بص يا سيدي، لو أنا عندي فاعل، الفاعل أنا على طول وأنا مغمض الفاعل بعرفه من كلمة مين. من كلمة إيه؟ من كلمة مين. تمام، مثلا شرب أحمد اللبن. أنا دلوقتي هسأل بكلمة مين، لو لقيت لكلمة مين دي جواب يبقى الجواب دوت الفاعل. شرب أحمد اللبن، أنا هسأل مين شرب اللبن؟ أحمد، يبقى أحمد دي على طول وأنا مغمض فاعل. شكرا، أنت كده مش محتاج حاجة تانية. تمام، ده بالنسبة للفاعل بسأل عنه بكلمة مين. طيب المفعول، المفعول بسأل عنه بكلمة إيه. تمام، كلمة إيه بسأل بكلمة إيه، لو لقيت ليها جواب يبقى على طول الجواب ده وأنا مغمض ماله مفعول به. تمام، شرب أحمد، هاجي أسأل هنا هقول هو أحمد شرب إيه؟ أحمد شرب إيه؟ شرب إيه؟ شرب اللبن. طالما لقيت إجابة لكلمتين يبقى على طول الإجابة دي مفعول به وأنا مغمض. وأنا مغمض، شكراً، أنت كده مش محتاج حاجة تانية. تمام كده؟ تمام، وأنا عرفت إن المفعول لأجله بسأل عنه بكلمة لماذا، والفاعل بسأل عنه بكلمة يمين. تمام؟ بعد كده المضاف إليه، مضاف إليه بسأل عنه بكلمة إيه؟ بسأل عنه بكلمة بتاع. بحط كلمة بتاع في النص بينه وبين الكلمة اللي قبله، لو لقيت الجملة مشيت يبقى على طول وأنا مغمض الكلمة دي هتعرب مضاف إليه. تمام، زي ما هنا قلت لك، طالما كلمة بتاع مش هينفع تتحط ما بين لنفسك أو مثال، لنفسك بتاع مثال مش هينفع، يبقى المثال دي على طول مش هتعرب مضاف إليه. تمام كده؟ تمام. طب لا، تعالوا بقى نجرب معانا كده في القطعة، يصل في المجتمع إلى قمة التقدم. تعالوا كده بقى نحط هنا كلمة بتاع، بتاع قمة بتاع التقدم، القمة بتاعت التقدم. ده نفعت يبقى على طول وأنا مغمض التقدم دي هتعرب مضاف إليه، إلى حرف جر، قمة اسم مجرور، التقدم مضاف إليه وأنا مغمض. تمام كده؟ تمام، ده كان بالنسبة للحاجات الأساسية. وطبعا لو في كلمة فيها ألف ولام وكلمة تانية فيها ألف ولام، على طول الكلمة التانية دي تعرب نعت. تمام، والنعت بيسبق المنعوت في الإعراب. أي حاجة لو دوت نعت منصوب يبقى دوت نعت منصوب. مثلا الفضائل، الفضائل العظيمة. مش الفضائل فيها ألف ولام والعظيمة فيها ألف ولام، والعظيمة وصفت الفضائل، وصفت الفضائل بأنها عظيمة. طالما دي فيها ألف ولام ودي فيها ألف ولام يبقى على طول العظيمة تعرب إيه وأنا مغمض؟ تعرب نعت. تمام كده؟ بالنسبة لكم كده الدنيا واضحة والإعراب كده بقيتوا بتعرفوا تعربوا. يا رب يكون بعد الفيديو ده كل الناس بقت بتعرف تعرب. تمام، استنوا بقى فيديوهات كتير جدا عن العربي، مراجعه كامله عن العربي، عن العربي والجبر والهندسه. باذن الله الفيديوهات دي هتنزل الاسبوع ده على القناه، العربي والهندسه والانجليزي والعربي كامل. النهارده كان فيديو بس عن النحو، بعد كده هينزل فيديوهات عن العربي كامل، منهج العربي كامل، سواء بقى معاني سواء استخرج، كل حاجه هتنزل لكم هنا على القناه. فما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل الفيديوهات اللي احنا بننزلها. وبس كده، ما تنساش تكتب لي رايك في الشرح في الكومنتات لو استفدت من الفيديو، ولو جزء صغير ما تنساش تكتب لي رايك. وبس كده، اشوفك على خير في الفيديوهات الجايه. سلام.